والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الثاني والأربعون من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، وهو حديث أنس فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بها مغفرة. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وحسنه أيضا، بل قال الإمام الحافظ بن رجب أن إسناده لا بأس به، وهو حديث عظيم اشتمل على أسباب المغفرة، وفيه ذكر ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة التي يغفر الله عز وجل بها للعباد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قد تقدم أن الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، والفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث النبوي هو وحي من الله عز وجل ولكنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبتعبيره، وأما الحديث القدسي فهو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه. وهذا الحديث هو آخر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية، وغلب على مسمى هذا الكتاب الأربعين النووية، وهو في الحقيقة جمع فيه 42 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بهذا الاسم. وهذه الأحاديث كما تقدم كلها أحاديث جامعة اشتمل على قواعد وعلى أصول الشريعة، وقد أتم الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث 50 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها، ونستكمل إن شاء الله في الدروس القادمة بقية هذه الأحاديث التي بلغت يعني 50 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه خطاب من الرب عز وجل ينادي عباده: يا ابن آدم، يا ابن آدم، في 3 نداءات لله عز وجل، وهذا تشريف لبني آدم. قول الله عز وجل يا ابن آدم، الخطاب يشمل الذكور والإناث، وإن كان ورد بصيغة المفرد فهو يدل على الجنس، على جنس بني آدم، ويدخل في هذا الرجال والنساء فإنهم مخاطبون بالشريعة. وأكثر ما يرد الخطاب يعني بصيغة التذكير وهو يشمل الإناث، وإنما جاء على سبيل التغليب،
وإلا فالرجال والنساء في أحكام الشرع على سواء، إلا ما ورد من التفصيل في بعض الأحكام التي تختص بالنساء، وإلا فعموم الجزاء والثواب وما وعد الله عز وجل به من دخول الجنة والنار فإنهم يشتركون في هذا. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. في قوله ما دعوتني ورجوتني هنا جمع بين الدعاء والرجاء، وهذا هو السبب الأول لتكفير الذنوب، وهو الجمع بين الدعاء والرجاء، بين الدعاء دعاء الله عز وجل وبين رجائه. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، وهو أن يطلب الداعي من الله عز وجل بلسانه أن يعطيه وأن يغفر له، كأن يقول: اللهم إني أسألك كذا وكذا، فهذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة هو التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات التي شرع. وإنما دخل الدعاء في هذا لأن العابد يسأل الله عز وجل، فلسان حال العابد أنه يسأل الله عز وجل. المصلي لسان الحال والمقال فيه أنه يسأل الله عز وجل، ولهذا الصلاة اجتمع فيها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالعابد عندما يعبد الله عز وجل لسان حاله أنه يسأل الله عز وجل. ما من عبد يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة إلا وهو يرجو من الله عز وجل ويسأل الله عز وجل المغفرة، ويسأل الله عز وجل أن يثيبه ويجازيه على هذه الطاعة. وقد جمع الله عز وجل بينهما، بل في بيان الدعاء وأنه مشتمل على العبادة، في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأخبر أن الدعاء مشروع ورغب فيه، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا في معنى الدعاء لأنه رغب في الدعاء وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلق العبادة على الدعاء. قد جاء أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولهذا الدعاء هو من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي من أعظم العبادات التي ينبغي للمسلم أن يخلصها لله عز وجل كما يخلص سائر العبادات لله عز وجل. فالدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، والدعاء هو من أعظم أسباب مغفرة الذنوب إذا ما اقترن بالشروط الصحيحة لقبوله، وأيضا صاحبه مراعاة الآداب في الدعاء، فإنه من أنفع ما يكون. ولهذا أنفع ما يكون للعبد يعني سؤال الله عز وجل ودعاء الله. فالدعاء بقسمين من أعظم أسباب المغفرة. أما دعاء المسألة فمحوه للذنوب وذهابه بالمعصية وبأثرها فظاهر في أن الداعي يسأل الله عز وجل أن يغفر له، فيقول: اللهم اغفر لي، فهو يسأل الله عز وجل المغفرة، يسأل الله عز وجل المغفرة. فإذا دعا الله عز وجل واستجاب له في دعائه غفر الله عز وجل كما قال: على ما كان منك، يعني ما كان منه من الذنوب. وأما دعاء العبادة فهو سبب للمغفرة في أن كل طاعة إذا تقرب بها العبد إلى الله عز وجل فإنها تكفر ما يقابلها من السيئات، إما في الميزان يوم القيامة
كما جاء في النصوص، ودلت على هذا النصوص الشرعية أن الحسنات والسيئات توزن، فإذا رجحت الحسنات دخل صاحب الميزان الجنة، فإذا رجحت كفة الحسنات ولو بدرجة دخل الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات ولو بسيئة استحق النار والعذاب. فإذا الحسنات هي سبب لمغفرة الذنوب، ولكن لهذا مراتب. فالحسنات إما أن تكون مكفرة للذنوب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها، ورمضان إلى رمضان، وسائر أعمال البر والمتابعة بين الحج والعمرة، وكذلك ما أخبر من صيام يوم عرفة وأنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، وصيام يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وكذلك ما جاء في الحديث ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذه من الأمور المكفرة. والتكفير، تكفير الحسنات للسيئات، هو بأن يبقى أجر الحسنة مع ذهاب أثر المعصية، وهذا هو الفرق بين المكفرات وبين الحسنات التي يقتص منها. فإن محو السيئات، محو الحسنات للسيئات يكون بنوعين. النوع الأول هو التكفير، وهو أن تكفر الحسنة السيئة. النوع الثاني المقاصة، وهو أن يقتص من الحسنة للسيئة، وقد تذهب الحسنة، قد تذهب السيئة بأجر الحسنة، فتذهب الحسنة بالكلية إذا ما اقتص للسيئات منها. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم، قالوا يا رسول الله المفلس من لا دينار له ولا درهم، قال المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ثم يزج به في النار. فهذه مقاصة، يؤخذ لأصحاب المظالم من حسنات الظالم فتذهب الحسنات، ثم لا يبقى له حسنة فيدخل النار، لا يبقى له حسنة من الحسنات التي فعلها. وأما أصل الحسنة الحسنات وأعظمها وهو التوحيد فإنه يبقى ولا تذهب به المظالم، ولهذا كل موحد فمآله للجنة. وقيل أيضا إن الصوم أنه لا يقتص منه، لقول الله عز وجل في الحديث كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء معنى قول الله عز وجل فإنه لي أي أنه لا تدخله المقاصة، يعني لا يمكن أن يذهب أجر الصوم للمظالم. هذا النوع هو نوع المقاصة، وهو أن يؤخذ من الحسنات على قدر السيئات. وأما النوع الأول فهو التكفير، وهو أن تكفر الحسنة السيئة، والتكفير أعلى درجة وأفضل، لأن الحسنة تبقى مع ذهابها بجزاء وعقوبة السيئة، ولهذا الصلوات يبقى أجرها مع تكفير السيئات، وكذلك سائر العبادات التي هي مكفرة فإنها تكفر الذنوب ويبقى أجرها. وهذا هو الفرق بين الحسنات التي هي مكفرة وبين الحسنات التي يقتص للمظالم منها فتذهب بها المقاصة والوزن يوم القيامة. ثم المقاصة قد تكون في الدنيا وتذهب السيئة بأجر الحسنة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن
والأذى يذهب بأجر الصدقة. وقيل أنها لا تكتب له لأنها أحبطتها السيئة وهي سيئة المنع، فقيل إنها لا تكتب وتذهب السيئة بها، وقيل إنها تبقى ولكنه يقتص منها وتبطل يوم القيامة بما يقابلها من المن ومن الأذى. فهذا وجه تكفير دعاء العبادة للسيئات والمغفرة، إما أنها تكفر السيئات وإما أنه يقتص للسيئات منها فتذهب بأثر السيئات. وكلما كثرت الحسنات كلما كانت أقوى على تكفير السيئات وكانت أبقى وأنفع لصاحبها عند الله عز وجل. وأما دعاء المسألة فظاهر، فإنه يسأل الله عز وجل أن يغفر له، فإذا استجاب الله عز وجل له غفر له الذنب. ثم إن دعاء المسألة لا بد له أيضا من شروط تراعى فيه، ومنها الإخلاص لله عز وجل في الدعاء، وأن يدعو الله عز وجل ولا يشرك في دعائه مخلوقا مع الله عز وجل، بل يخلص الدعاء لله كما يخلص العبادة. فإذا دعا غير الله أشرك في دعائه، وإذا توجه بدعائه لله عز وجل أخلص في الدعاء. كما أن من آداب الدعاء من شروط الدعاء أيضا أن يكون على الوجه الصحيح وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كثير من الآداب التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، وهي من أعظم أسباب قبول الدعاء، منها أن لا يقترن بالدعاء إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء أو ظلم، فإن هذه من الأسباب التي تمنع من قبول الدعاء. وأيضا أن لا يصحب الدعاء بعض الأحوال التي تمنع من قبوله، وهو الكسب السيء والكسب المحرم. ولهذا لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له أن يجعله مجاب الدعوة، قال له أطب مكسبك تجب دعوتك. فأعظم أسباب قبول الدعاء طيب المكسب مع مراعاة الآداب الأخرى. كذلك من آداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه من الأعمال الصالحة التي تكون مقدمة لدعائه، وأن يقدم أيضا بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل لما هو أهل، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم دعاءه أيضا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أداب الدعاء أن يرفع يديه في الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرة، يدي عبده صفرة، يعني إذا رفع يديه، فالله حي كريم إذا رفع العبد يديه بالدعاء فإن الله يستجيب له. كذلك من أداب الدعاء أن يراعي في الثناء على الله عز وجل ما يناسب مقام الدعاء، فإذا كان المقام مقام مغفرة يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي تقتضي المغفرة والصفح، وإذا كان في مقام الانتصار على الأعداء يسأل الله عز وجل بأسمائه التي تقتضي القوة والغلبة والعزة، وهكذا. كما أيضا من أداب الدعاء مراعاة الأزمنة والأحوال التي ترجى فيها الإجابة، مثل يعني آخر الليل، وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك بعد العبادات، وكذلك في حال السجود، وعند نزول المطر، وعند السفر، وعند المرض، ودعاء الوالد لولده، ودعاء المسلم للمسلم بظاهر الغيب. كل هذه من الأحوال والأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء. فإذا توجه العبد إلى الله عز وجل بالدعاء في هذه الأوقات والأحوال مع مراعاة الشروط
والأداب للدعاء فإنه يرجى له القبول وأن الله عز وجل يستجيب له. ثم إن من الأخطاء الشائعة بل نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها التعجل في تحقق الاستجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يزال الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. فيظن بعض الناس أنه إذا دعا الله عز وجل وتأخرت الإجابة أو لربما تحققت بغير ما طلب يظن أنه لم يستجب له، فهذه من الأخطاء، وينبغي عدم الاستعجال في تحقق الاستجابة، فإن الله عز وجل قد يستجيب للعبد ولكن قد تتأخر الإجابة، وقد تتحقق لكنها بغير ما طلب. قد جاء في الحديث ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله سؤله أو ادخر له من الخير مثله أو صرف عنه من السوء بمثل ما طلب أو ما سأل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الإجابة بغير ما سأل العبد، وهذا من لطف الله أن العبد قد يسأل الشيء وليس فيه مصلحة له فيستجيب الله عز وجل له بغير ما طلب، أو أن يصرف عنه من السوء بقدر ما طلب من الخير، أو أن يدخر ذلك له عنده. والدعاء قد يعني يتأخر أيضا لحكمة، الإجابة قد تتأخر لحكمة، ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم أن الله عز وجل يحب من عبده الإلحاح في الدعاء وأن يلح على الله في الدعاء، ويحب من عبده الدعاء فتتأخر الإجابة حتى يحصل للعبد تضرع لله عز وجل، وهذه رفعة له عند الله، بخلاف بعض الناس فإنه إذا ما أعطي سؤله قد يغفل بعد ذلك عن الدعاء، فهذا من لطف الله بعباده. فالدعاء هو من أعظم الأسباب التي تنفع العبد، قد ورد في الحديث أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ومن الشبه أيضا عند بعض المخالفين ظنهم أن الدعاء لا ينفع، وأن الله عز وجل إذا قدر الشيء فإنه لا يمكن أن يرد ما كتب الله عز وجل على العبد، وهذا جهل، فإن الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، والله عز وجل قدر الأسباب وقدر المسببات، فإذا وجد السبب حصل المسبب، والدعاء جعله الله عز وجل سببا عظيما لتحقق المطالب، فإن الله يقدر على العبد الشيء ثم يقدر عليه أنه إذا سأل الله عز وجل أن يمنع ذلك عنه منعه الله عز وجل بذلك السبب وهو الدعاء. والدعاء كغيره من الأسباب. ومما ترد به هذه الشبهة أن الناس اليوم يبذلون الأسباب في رفع الأمور المقدرة عليهم ولا يقولون لا ينفع السبب، فالمرض إذا حل بالعبد فإن العبد يبحث عن الدواء والمرض مقدر، فلما نبحث في زوال هذا الأمر المقدر؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب. كذلك الجوع مقدر على العبد وهو يدفع الجوع بالأكل، والعطش مقدر وهو يدفع العطش بالشرب، فلماذا لا يستسلم ويقول قدر الله علي العطش ولا أشرب، قدر الله علي المرض ولا أتداوى، قدر الله علي الجوع لا ولا آكل؟ فهو يسأل الله عز وجل رفع القدر بالسبب، ولهذا قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من أقدار الله المقدرة علينا بالأسباب المقدرة أيضا، فإن القدر أيضا، فإن الدعاء من القدر، ولو لم يقدر الله لك الدعاء ما استطعت أن تكون، ولو لم يقدر الله عز وجل السبب فإنه لا يمكن للعبد أن يفعله. فإذا نحن نسأل الله عز وجل وندعو الله عز وجل
أن يرفع عنا ما أصابنا من الذنوب معاصي وأن يغفرها، وأن يرفع ما أصاب الناس من الأمور ومن المصائب المقدرة عليهم بالسبب الذي جعله الله عز وجل سببا لرفع هذه الأمور. وكذلك كل ما يعني يرغب فيه العبد من الخير فإنه يسأل الله عز وجل بهذا السبب، فهو يستنزل رحمة الله عز وجل بالأسباب المقدرة التي جعلها الله عز وجل أسبابا لهذا الخير. ولهذا الدعاء هو من أعظم الأسباب النافعة التي ينتفع بها العبد. وإنما يشكل على بعض الناس يظنون أن الإنسان مستقل بدعائه، فإذا دعا كأنه نازع الله في القدر. لو لم يقدر الله عز وجل له أن يدعو ما استطاع أن يدعو، فالله عز وجل هو الذي قدر عليه الأمر وهو الذي قدر له أن يدعو. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن بعض الداعين يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا خطأ، وما جاءت السنة بهذا، بل إن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يقدر له الخير وأن ييسره له وأن يصرف عنه الشر وأن يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فنحن نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا ما قدر علينا بسبب ذنوبنا، فإن الاستغفار والدعاء يرد الله عز وجل به ما قدر على العبد بسبب ذنوبه، لأنه قدر هذا عليه بسبب ذنبه فرفعه عنه بسبب دعائه. والمنة والفضل لله عز وجل أولا وأخيرا. فالدعاء هو من أعظم الأسباب النافعة التي يستجلب بها الخير ويدفع بها الشر الذي هو بسبب ذنوب العباد. وكان السلف يهتمون بإصلاح الدعاء أكثر من الاستجابة، كما قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، لأنه إذا حقق الدعاء فالإجابة مكفولة، وقال ربكم ادعوني. لكن البحث ينبغي أن يكون في تحقيق ادعوني، هل نحن دعونا الله؟ وهل نحن حققنا الدعاء الذي أمرنا به؟ فإذا تحقق فالإجابة مكفولة، وهو وعد الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف وعده. ولكن البحث ينبغي أن يكون في أدعوني، هل نحن دعونا الله عز وجل؟ قد يكون الداعي يدعو الله عز وجل في الظاهر، وهو في علم الله عز وجل لم يدعو، كما أن المصلي الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كثير من أعمال الناس اليوم هي في صورتها وفي ظاهرها، يظنون أنهم صلوا، يظنون أنهم زكوا، يظنون أنهم دعوا الله، لكن لو فتش الإنسان في عمله لربما تبينت له بعض الأمور التي تدل على نقص العمل، فمن هنا تتأخر الإجابة ويتأخر الثواب من الله عز وجل بسبب التقصير في عمل العبد. ومن هنا فمن دعا الله عز وجل وظن في نفسه أنه لم يستجب له فعليه أن لا يستعجل أولا، ثم عليه أن يبحث عن الخلل في دعائه، فسيجد الخلل الذي بسببه قد يحرم الإجابة. أما إذا صح الدعاء واستوفى شروطه وتحققت فيه الآداب المشروعة في الدعاء فإن الإجابة مقفولة من الله عز وجل. ونحن نسيء الظن بأعمالنا ونحسن الظن بالله عز وجل. قال: ما دعوتني ورجوتني. والرجاء هنا جاء مقترنا بالدعاء، والرجاء هو حسن الظن بالله عز وجل والرغبة فيما عند الله عز وجل طمعا في كرم الله عز وجل. فإن الرجاء إنما يكون من الكريم، والله عز وجل أكرم الأكرمين.
وهو منعم متفضل على عباده، ولا يمكن للعبد أن يتصور مدى إحسان الرب والخالق لعباده. ولهذا فالمؤمن يرجو الله عز وجل، خصوصا من عرف الأسماء والصفات، وأن الله غفور رحيم ودود شكور لطيف، هو أرحم بعباده من الأم بابنها. فهذا يحقق الرجاء يعني في الله عز وجل، وهو أن يرجو رحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. فمغفرة الله عز وجل أوسع من الذنوب، ورحمة الله عز وجل أرجى لنا من أعمالنا. فالدعاء مع الرجاء هو من أعظم الأسباب، ولهذا هذا السبب والدعاء مع الرجاء هو من أعظم الأسباب التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب وتحصل بها المغفرة، إذا ما أحسن الظن العبد إذا ما أحصل أحسن العبد الظن بالله عز وجل. بل إن الرجاء وحده من أعظم أسباب التوفيق، وأن من أحسن الظن بالله عز وجل فإن الله لا يخيب من أحسن الظن به، لكن ينبغي أن يضبط هذا الأمر بالرجاء الصحيح لا الرجاء الكاذب. فالرجاء الصحيح هو أن يرجو الله عز وجل مع العمل والامتثال لطاعة الله عز وجل. وأما إذا أحسن الظن بالله عز وجل وترك العمل فهذا رجاء كاذب، وهو كالمستهزئ يعني بالله عز وجل، يحسن الظن بالله مع تقصيره في طاعة الله عز وجل. ودليل الرجاء الصحيح هو أن يحمل العبد على طاعة الله، كما أن دليل الخوف الصحيح هو أن يحمل العبد على طاعة الله عز وجل واجتناب المعاصي. فالرجاء قائد والخوف سائق، فمن كان رجاؤه يحمله على التفريط فهذا رجاء كاذب، ومن كان خوفه يحمله على اليأس فهذا خوف كاذب. فالرجاء الصحيح يحمل على الطاعة، والخوف الصحيح هو الذي يحمل على طاعة الله عز وجل واجتناب المعاصي. فإذا اقترنا بالرجاء والخوف المحبة لله عز وجل فهذه أعظم الأسباب. ولهذا ذكر ابن القيم أن منزلة هذه الأمور الثلاث، المحبة والرجاء والخوف، بمنزلة رأس الطائر وجناحيه. فالمحبة بمنزلة الرأس لأنه هو الذي يسير الطائر، وكذلك المحبة هي الباعثة على العمل، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين لأنه بالجناحين يحلق الطائر. ولهذا ذكر العلماء أن صاحب السنة هو الذي يعبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء. فإذا تحقق مع الدعاء الرجاء فإن الله عز وجل يغفر للعبد، كما قال الله عز وجل: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي ما كان من العبد من الذنوب ولا يبالي، أي أن الله عز وجل لا يكترث بهذا ولا يثقله هذا الأمر، لأنه كريم يعطي وخيره عظيم. قد جاء في الحديث: يد الله ملأى لا يغضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فالله عز وجل كريم وخزائنه ملأى، فإنه يعطي ولا يثقله هذا العطاء، ويغفر ولا يثقله شيء مما يعامل به عباده من المغفرة ومن رفع الدرجات، لأنه مستغني عن عبادته، كما قال الله عز وجل وكما تقدم في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملك شيء. وأخبر أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد
ما نقص ذلك من ملكه، فهو لا يبالي بالذنوب إذا غفرها، لأنه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم. ثم قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو بلغت ذنوبك، وهذا دليل على تجدد الذنوب وأنها تبدأ قليلة ثم تزيد. قال: بلغت عنان السماء، وعنان السماء قيل هو السحاب، فمن أسماء السحاب العنان، وقيل هو أعلى السماء، وقيل ما عن له البصر في السماء، والمقصود هو ما ارتفع في السماء مما ينظر إليه الناس بأبصارهم وهو بعيد. فلو بلغت الذنوب هذا المبلغ ثم استغفر العبد ربه عز وجل غفر له، وهذا دليل على كرم الله عز وجل، فإن العبد يذنب ويسرف على نفسه الزمن الطويل ثم إذا قال اللهم اغفر لي غفر الله له بكلمة واحدة. قد جاء في الحديث أن رجلا مذنبا خرج إلى الصحراء فجعل كوما من التراب ثم استلقى عليه، فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له. فكلمة يقولها العبد إذا وافقت ساعة استجابة غفر الله عز وجل. ولهذا قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني تعود رب اغفر لي رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائل. يعني قد توافق ساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل فيغفر له كلمة واحدة. ولهذا ينبغي الحرص على هذه الكلمة، أن يقولها الإنسان في كل مكان. ولهذا قال الحسن البصري: تعودوا الاستغفار في بيوتكم وفي مجالسكم وفي موائدكم وفي أسواقكم، فإنكم لا تدرون متى تتنزل المغفرة أو الرحمة. كلمة واحدة يقولها العبد فيغفر الله عز وجل. والاستغفار هو طلب المغفرة، وهو محو الذنوب وما يترتب عليها من العقوبة، وهو على مرتبتين. المرتبة الأولى الدعاء كما تقدم، أن يقول اللهم اغفر لي، فهذا يدعو الله أن يغفر له. والمرتبة الثانية أن يصحب الاستغفار الندم، وأن يصحب الاستغفار الإقلاع عن الذنب، وقيل إن هذا الاستغفار هو توبة، ولهذا يقرن الاستغفار بالتوبة. فإذا صاحب الاستغفار الندم وعدم الإصرار فإنه استغفار وهو عمل صالح، وإذا قبله الله عز وجل تحققت المغفرة. وأما المرتبة الأولى فهي دعاء، فقد يستجيب الله عز وجل وقد لا يستجيب. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن كل ما ورد في النصوص من طلب الاستغفار وترتب المغفرة عليه هو الاستغفار الذي لم يصحبه إصرار، الاستغفار الذي لم يصحبه إصرار على المعصية، فهذا مكفول لصاحبه بأن يغفر الله عز وجل. ثم اختلف العلماء في الاستغفار، هل من شرطه في تكفير الذنوب كلها أن يصحب هذا استحضار الذنوب، أم أنه يكفي أن يستغفر؟ قال بعض أهل العلم: لا بد أن يستحضر الذنب ويستحضر التوبة وعدم الإصرار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه متى ما استغفر وتاب واستحضر بقلبه الاستقامة على طاعة الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب فإنه يكفيه ذلك. والذي يظهر أنه متى ما استغفر من كل الذنوب فإن هذا يرفعه عند الله عز وجل. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه
سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. فهو يستغفر من الذنب الذي لا يعلم. وكم من الذنوب لا يعلمها الإنسان، هي ذنوب لكنه لا يعلمها، فكيف بالذي نسي؟ فدل هذا على أن هذا يدخل في عموم الاستغفار، خصوصا إذا ما صاحب الاستغفار يعني هذا الطلب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يغفر له ذنوبه كلها. وأما ما يقوله بعض العوام استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، فهذا تقصير في الاستغفار، فهو يسأل الله أن يغفر له الذنب العظيم. والصغير ألا يستغفر منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. ولكن هذا من السجع الذي يتعود عليه العوام ويظنون أنه صحيح، يقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، هذا خطأ. صوابا يستغفر الله عز وجل من الذنوب كلها، والإنسان محتاج إلى أن يغفر الله عز وجل، فإنه لربما هلك بسبب ذنب صغير، خصوصا إذا ما صاحب هذا التهاون في هذه الذنوب. فالاستغفار إذا صاحب الندم والتوبة فإن يستغفر الله عز وجل من الذنوب كلها، والإنسان محتاج إلى أن يغفر الله عز وجل، فإنه لربما هلك بسبب ذنب صغير، خصوصا إذا ما صاحب هذا التهاون في هذه الذنوب. فالاستغفار إذا صاحب الندم والتوبة فإنه توبة على الصحيح. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه يكفي في التوبة الندم، والندم توبة، ولكن إذا صاحبها الاستغفار والندم وعدم الإصرار فإن هذا عمل صالح، والله عز وجل متكفل بالاستجابة ومغفرة الذنوب. وأما المرحلة الأولى وهو أن يقول اللهم اغفر لي، ولكنه لا يستحضر الندم والإقلاع، فقال أهل العلم إن هذا دعاء يدعو الله عز وجل، فإن شاء الله استجاب له وإن شاء لم يستجب له. ثم إن الاستغفار من الذنوب إذا غفر الله عز وجل الذنب هل يبقى له أثر على الإيمان أم أنه يذهب؟ قال بعض أهل العلم، وهذا أيضا في التوبة، أن التوبة والاستغفار قد يعني تذهب بالمعصية بالكلية ولا يبقى للمعصية أثر. وقال بعضهم لا بد أن يبقى للمعصية أثر، فليس الذي أطاع الله ولم يعصي كالذي عصى الله عز وجل ثم استغفر. والصحيح أن التوبة والاستغفار من الأعمال الصالحة، فقد تكون أعظم من الذنب فيرتفع بها العبد، وقد تكون دون الذنب فتمحو بعض الذنب ويبقى له أثر، وقد تكون مساوية للذنب فيكون لا له ولا عليه. ومما يدل على أن التوبة قد تكفر جميع السيئات ويرتفع بها العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي طلبت منه أن يقيم عليها الحد من الزنا، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. توبة الله عز وجل على كعب بن مالك عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مر عليه كنت أن ولدته. فهذا دليل على أن الذنب قد تصحبه توبة عظيمة وندم فيرتفع بها العبد. ولهذا كان بعض أهل العلم يقدمون التائبين على غيره، لأن التائب نادم ندما عظيما ومنكسر، بخلاف الذي تعود على الطاعة وليس له ذنب فلا يحصل له ذلك الندم. ثم يقول الله عز وجل يا ابن آدم
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بها بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا هو المكفر الثالث بعد الدعاء مع الرجاء ثم الاستغفار ثم التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض، قراب الأرض قيل ملؤها وقيل ما يقارب ملئها، أي أن العبد إذا لقي الله عز وجل بهذا القدر من الذنوب ثم لقي الله عز وجل بالتوحيد لا يشرك بالله شيئا، فإن الله عز وجل يجازيه بذلك بقراب الأرض مغفرة. وهذا دليل على تكفير التوحيد للذنوب، وهو أعظم المكفرات، أعظم ما يكفر الذنوب التوحيد. وقد جاء في الحديث، في حديث صاحب البطاقة، أن رجلا تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيقال له هل لك مظلمة هل لك حسنة، فلا يتذكر، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتجعل في كفة وتلك السجلات في كفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا دليل على فضل التوحيد ودليل على تكفيره الذنوب، وأنه أعظم ما يكفر به، وهو أيضا من أعظم الأسباب التي تتحقق بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع لأهل التوحيد، كما أخبر أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، في بعض الروايات مخلصا لله عز وجل. فهذا أعظم ما يكفر الذنوب، وهو أن يلقى الرجل الله عز وجل بالتوحيد لا يشرك بالله شيئا. والشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يحب غير الله عز وجل المحبة التي لا تكون إلا لله، أو يخاف غير الله عز وجل الخوف الذي لا يكون إلا لله. فمتى ما صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وأحبط هذا الشرك كل الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك محبط للعمل، والتوحيد إذا تحقق فإنه يكفر الذنوب والمعاصي ويرفع الله عز وجل به الدرجة. ولهذا كل موحد هو في الجنة، مهما كثرت الذنوب فإن لا تقوى على رفع التوحيد. ولهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يحرصوا هذا الأصل وأن يراقبوا الله عز وجل فيه، فمن فاته هذا الأصل فاته الخير كله ولم يبق له شيء من الخير، ومن بقي معه هذا الأصل فهو على خير عظيم. وهذا هو الفارق بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، وبين أهل الجنة وبين أهل النار. ثم هل من شرط التوحيد أن يحقق التوحيد الكامل وأن يسلم من الشرك كبيره وصغيره؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وأن من شرط تكفير الذنوب أن يسلم الرجل من الشرك الأكبر والأصغر، أما الأكبر فظاهر وأما الأصغر فهو ما يحصل من شرك الألفاظ، كأن يقول الرجل بلسانه ما لا يعتقد بقلبه، كأن يقول ما لي إلا الله وأنت ولولا فلان لهلكت، ما يجري على اللسان من غير قصد، أما إذا قصد هذا شرك أكبر، يسميها العلماء شرك الألفاظ. فإذا حصل فهل هو من الأسباب التي تمنع من تكفير الذنوب؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لأن قول الله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أنه عام في كل الشرك، وأن من شرط تكفير الذنوب أن يلقى الله عز وجل بالسلامة من الشرك كبيره وصغيره.
وهذا مما يدل على فضل التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن العبد إذا لقي الله عز وجل بالتوحيد فمهما كثرت الذنوب فإنه مآله إلى خير. ولكن ينبغي التنبه لمسألة قد يلبس الشيطان بها على الناس، كأن يقول الرجل أنا على التوحيد ولا تضرني الذنوب ما حققت التوحيد، فإن هذا من الجهل. قد ذكر أهل العلم أن المعاصي هي سبب للشرك، وأن المعصية بريد الكفر، فقد تكون الصغيرة هي سبب للشرك خصوصا إذا تهاون بها العبد. ولهذا قد يختم للرجل والعياذ بالله بالشرك في آخر لحظة وفي آخر كلمة يقولها بسبب الذنوب، كما نقل عن بعض المخذولين والعياذ بالله أنهم تلفظوا بألفاظ في آخر أعمالهم وماتوا على الشرك، ولما فتش عنهم وجد الناس أن لهم معاصي وذنوب. فقد يخذل الإنسان بسبب ذنوبه، سبب المعاصي، ولهذا العاقل تجنب معصية الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد يسخط على العبد، كما جاء في الحديث إن الرجل ليلقي الكلمة ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. ولهذا قال الشافعي إذا همنت بمعصية فلا تنظر لصغر الذنب ولكن انظر لعظم من تعصي، لأن الذي تعصيه قلبك بين أصبعين من أصابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. فمن الذي يضمن على الله أن يموت على التوحيد مع وجود الذنوب والمعاصي؟ لهذا قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. ثم إنه قد يأتي على الإنسان من الجهل بالله عز وجل أن يتهاون بالمعاصي وأن يكون قد وقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري، وقد يقع في الشرك الأصغر وهو لا يدري. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله إلى أن قال ما علمت منه وما لم أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ما علمت من الذنوب وما لم أعلم فكيف بنا؟ فقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يدري، لأن الشرك قد يدخل في أعمال القلوب في المحبة والخوف والرجاء والتعظيم. فمن الذي يضمن على الله عز وجل أنه لم يقع في صورة من صور الشرك؟ ولهذا كان من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام وجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام، خليل الله يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ومن دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يسألون الله الثبات على التوحيد، يسألون الله السلامة من عبادة الأصنام. من الذي يخطر بباله الآن أن يسأل الله عز وجل أن يقيه عبادة الأصنام؟ هذا من جهلنا بديننا وبربنا وبأنفسنا. وإلا لو عرف الإنسان الفتنة وعظم الفتن لكان أخوف الناس على نفسه من الشرك. ولهذا جاء في بعض الآثار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق لتعظيمهم لله عز وجل، وقالوا ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. وكان الأئمة تشق عليهم هذه المسألة ويخشون على أنفسهم. كان سفيان الثوري وهو من هو في الفضل والعلم والعبادة يدعو الله عز وجل، وكان يكثر البكاء يقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وذكر الإمام ابن رجب أيضا يقول إن بعض أهل العلم يقول إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالثواب، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا؟ فما من نفس منفوسة وما من مولود إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، ونحن لا ندري ما الذي سبق في علم الله لنا. والإنسان يخشى على نفسه بسبب ذنوبه وبسبب تفريطه أن يختم له بسوء،
وأن ينظر الله عز وجل إليه نظرة فقط فيسلبه الإيمان ويسلبه التوحيد ويموت على الشرك. ولهذا هذا أمر عظيم لا يقطع الإنسان بأنه قد حقق التوحيد وأنه سلم من الشرك إلا جاهل. وأما من عرف حقيقة الأمر وعرف عظم الفتنة فإنه يخشى على نفسه الفتنة العظيمة، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة. قال الطبري في تفسير الفتنة هنا: هي الشرك أو الكفر أو النفاق، كذلك ذكر ابن كثير. ولما جاء رجل للإمام مالك قال: أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال: ما هي إلا أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة. انظروا لتعظيم السلف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليك الفتنة في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف مع كثرة الذنوب والمعاصي والتهاون بأمر الله عز وجل، وأن يعلم الإنسان أن الله مطلع عليه ولا يستحي من الله، يخشى من الناس ولا يخشى من الله، يراقب الناس ولا يراقب الله، بل يقطع على الله بأنه سيموت على التوحيد وأنه يسلم من الشرك. هذه من أعظم أسباب الفتنة، وهذا لا يحصل إلا بجهل بالله عز وجل وبدين الله وبنفسه، فإن النفس ضعيفة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصبح مؤمنا ويمشي كافر، ويمشي مؤمنا ويصبح كافر بسبب الذنوب والمعاصي. وإلا لو داوم العبد على طاعة الله عز وجل فإنه موفق، وهو في كل يوم يرتفع في درجته وفي إيمانه عند الله عز وجل، ولكن التقصير من الناس بسبب الذنوب. ومن هنا ينبغي عدم الاتكال على هذه النصوص والاعتماد على أن من حقق التوحيد أن الله عز وجل سيكفر عنه الذنوب وأنه لا تضره الذنوب، بل من الذي يقطع على الله عز وجل بأنه حقق التوحيد وهو على التوحيد الذي دعا الله عز وجل إليه؟ فإذا كان الأنبياء والرسل يخشون على أنفسهم ويسألون الله عز وجل إلى أن خوطبوا بالمغفرة وأنهم من أهل السعادة، فهم يعبدون الله عز وجل عبادة الشاكرين بعد أن تحققت لهم السلامة. أما الناس بعدهم فإنهم لا يقطعون على الله عز وجل بشيء، فمهما بلغ العبد من الإيمان والتقوى والطاعة فإنه يخشى عليه الفتنة. ولهذا أثنى الناس على رجل من خيار العابدين لما مات، فقال رجل من العلماء: اللهم لا تكله إلى عمله، اللهم لا تكله إلى عمله. هذه كانت نظرة السلف، لا يعتمدون على الأعمال وإنما يسألون الله عز وجل يعني أن يغفر لهم. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم.